سريعة كده قبل ما نخرج يعني وننهي هذا اللقاء الممتع، الزمالك شايف الزمالك ازاي الموسم ده يا كابتن يحيى؟ الزمالك انا شايف ان هو الحمد لله، يعني مع ان كان في شويه مشاكل عندنا في القيد والكلام ده، لكن اللعيبه الموجوده ممتازه، اللعيبه اللي رجعت لينا ممتازه، المفاجاه اللعيبه اللي مشيت من عندك جامده ممتازة جدا برضه. وكلها ممتازه، راحت كلها المنتخب، واللي هداف مصطفى حكيم مشي السنه اللي فاتت بقى هداف الدوري وراح منتخب، النهارده ما شاء الله مصطفى ممتاز، مش عارف مروان حمدي راح إعارة، نفس أسامة اسامه فيصل، فيصل، فانت ده دليل ان انت اللي بيلعب القايمه كلها حتى كان ممتازه، الاحتياطي بتاعك قوي جدا. ده كلام جامد جدا، ده مفيد. والنهارده الراجل مستر كارتيرو عنده سكواد جامد يقدر يلعب بيه زي ما هو عايز. اللعيبه محتاجه ايه؟ اللعيبه محتاجه تركز في لعبها، محتاجه تبص للماتشات والبطولات بتاعتها فقط، لان في الاول وفي الاخر هي اللي هتجيب البطولات، ولا قدر الله لو هي خسرت هي اول واحد هيخسر، سيبك الجمهور طبعا مهم طبعا جدا والاداره وكل الناس دي مهمه، بس اللعيب هو اهم حاجه. فانا شايف الزمالك لو ركز زي ما هو عمل السنه اللي فاتت اخر سبع خمس ست ماتشات سبع ثمان ماتشات، ومركز ملوش دعوه باي حاجه خالص، مركزين في الماتشات احنا هننزل نكسب، وفي بعض الماتشات بتبقى محتاج تكسبها من غير ما تلعبها. صحيح الزمالك لو ركز زي ما هو ركز السنه اللي فاتت هيقدر ان شاء الله باذن الله إن شاء الله. ياخد الدوري زي السنه اللي فاتت باذن الله ان شاء الله.